هو في الحقيقة في كل عمل مسرحي ولا فعل نص جديد تنحاول أنني نجرب شي أشياء جديدة ولا محاولة، وسنعتقد أنه من المفروض ومن الأهمية أن الكتابة المسرحية تنطلق من واحد الأبحاث اللي هي أكاديمية. فمثلا في مسرحية الباريار حاولت أنه تكون واحد الاشتغال على الهجرة والهوية، في مسرحية غيتا كان واحد البحث سوسيولوجي نتاج ديال ماستر مقاربة النوع اللي كنت تندرس فيه في الأدب الإنجليزي، وحاولت أنني نقارن مجموعة ديال القضايا في واحد القالب جمالي بسيط اللي يكون مقبول، اللي يقدر ما يتقبلش في ندوات رسميه ولا في لقاءات رسميه ولكن يتقبل في القالب الجمالي ديال المسرح. وبالتالي فغيتا هي مراه متعدده مع رجال متعددين، او لا مراه بصيغه الجمع مع رجل بصيغه التعدد، اللي في صراعات مستمره. وحاولت انني نناقش المساله ديال التنشئه الاجتماعيه في حالات اجتماعيه كثيره من خلال واحد العمل مسرحي اللي فيه ممثلة داخل العمل المسرحي. بالك من الطنز رحنا عام باسطين معاك لا نحكي معاك. هذه المسرحية اللي ألفها واحد من المبدعين الجميلين الشاب عادل الدريسي، اللي هو من مدينة بني ملال، أحد الطاقات الجبارة والجميلة في مدينة بني ملال في المسرح وكذلك في الكتابة. كنت من التوفيق، وهذه المسرحية كنقدموها في إطار جولة فنية تدعمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة. ركزنا على جهة بني ملال خنيفرة لأن هذه المنطقة كتستحق أن يجيوا لها العروض الفنية ويقدموا العروض. بدينا بمدينة أزيلال، انتقلنا إلى أفورار وإلى خنيفرة، والآن احنا بني ملال وبقينا إن شاء الله مدينة خريبكة. مسرحية غيتا اللي كتحكي على المرأة، كتحكي على الفتاة، وانت ككل في مجتمع يسوده الذكورة أكثر. هنا غيتا اللي اختارت أنها باش تكون فنانة، وكنشوفوا العقبات اللي كتواجهها في الحياة ديالها الشخصية وكذلك في حياتها الفنية من خلال أخوها الرجل. كنتمنى أن جمهور بني ملال أنها عجبته هذه المسرحية، لأن جمهور بني ملال جمهور ذواق، وأنا عشت معاه وعشت معاه مسرحيات ومسرحيات. اليوم حنا بمدينة بني ملال قدمنا العرض ديال غيتا. العرض ديال غيتا هو إخراج ودراماتورجيا للأستاذ دريس الروخ، تأليف عادل الدريسي، سينوغرافيا ياسين الزاوي. العرض ديال غيتا فيه النص، فيه الرقص، فيه الغناء، فيه لي زيموسيون. العرض كيتكلم على المرأة، هو ماشي، أنا ما كنشوفش بأن الحديث على المرأة هو كليشي، لأنه دائما كيبقى داكتواليتي، دائما كيبقى موضوع ساعة. والعرض ديال مسرحية غيتا حنا ماشي دائما ماشي يعني ضد الرجل، أو كنقولوا بالعكس، كنقولوا أن المرأة محتاجة الراجل والراجل محتاج المرأة. هذه شي حاجة كتفرح ملي كتمشي لواحد المدينة كيشوفوا ولد مدينتهم مثلا ممثل في هذاك العرض، أو مؤلف أو مخرج، أو هذا ضروري ما غيكون تفاعل إيجابي. فالمؤلف هو ولد من مدينة بني ملال اللي هو عادل الدريسي، وكنشكروا على الاشتغال ديالو معنا، والحمد لله هذا العرض لقى إقبال من عند جمهور مدينة بني ملال. كيف ديما هو جمهور دوار مع بوالك ما يورث عندنا. يلا سير خرجيك جيت وارك يلا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.